تهدف ورشة الابتكار ومستقبل التقييم في العالم إلى إلقاء الضوء على الجهود الجبارة التي تلقيها حكومات العالم للتقييم. فاستعرضنا كل جهود دولة الإمارات ووزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية في إضافة عنصر الابتكار لمختلف الاختبارات الوطنية والدولية والتقييم. كذلك أخذناهم في جولة ممتعة إلى المستقبل، كيف سيكون شكل التقييم، كيف سيراعي القدرات الفردية لدى الطلاب، كيف يراعي أدوار التقييم الجديدة والتي تجعل من الطالب هو صانع للمعرفة والمعلم هو ميسر للتربية والتعليم، وهناك الكثير من مصادر المعرفة والكثير من المهارات التي يجب على الطالب أن يكتسبها، وسيختار الطالب آلية التقييم بمفرده. عالم منفتح على وسائل أكثر إبداعاً.